هذا ابني ونظر عيني هذا يا غلي حسيني من تودي حزين ابني زيت حسين ليش يا ذنيب يا ابني العدى ذبحك ذبحك ليش يغلق تروب عاري الجسد خلو ومين ذبحك ليش يا ذنيب سلبك ومن سلبك اللي يشيب خيلهم داسك ومن سلبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المشردين عن الأوطان. ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم يا أبا عبد الله روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء. يا قتيل العدا يا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا راكبا
أيا راكبا نحو المدينة قف بنا. أول أيام المحرم، والمعزى في هذه الأيام هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الشاعر يوصي كل من توجه إلى المدينة يروح إلى ذلك القبر يعزي رسول الله صلى الله عليه وآله، يعزي مولاتنا فاطمة الزهراء بأبيه وأمي. يا راكبين نحو المدينة قف بنا عند النبي معزيا متظلما، وانحل بتول وقل أيا ست النساء على امتقاصمة الظهور بنا، وما هذا الحسين شفتاه ناشفتان ناشفتان من حره ماجور حره الظما. بعد انت ويا الشاعر خاطب الزهراء سلام الله عليها، ست النساء ربيب حجرك بالثرى، هي عار اللباس مسربلا حللا، هي بعد يا زهرة. ست النساء رضيع ثديك رضرضت خيل العدا، أيوا حسينا خيل العدا الزهراء سلام الله عليها، أنا الوالدة والقلب لهفا. أنت تجي إلى المدينة تعزيني ما يحتاج، أنا أحضر إلى المجالس وأحضر إلى المآتم وأشوف من يبكي على ولدي الحسين، أجمع دموعهم وأصبها على قلب الحسين. أنا الوالدة والقلب لهفا. إيه ما جور لا تخجل ودوير عزبني وين ما جسم طريح ولا له جفون ولعبت عليه الخيل مدى تحضر الماتم فاطمة وتجر حسرة. ما أدري لو كشف لنا الغطاء أين نجد الزهراء جالسة. تحضر الماتم فاطمة وتجور حسرة وتصيح طاح ابني يا شيعة على الغبرة، تب
تبكي على المذبوح ويلي وتلطم الراس. ليش ما تلطم على صدرها؟ تعرف يا مؤمن صدرها مكسور، تلطم على رأسها وعلى خدها تنادي وولده. تبكي على المذبوح ويلي وتلطم الراس وتقول شفت بكربلاء مخمود لنفاس، ذوبت قلبي ذبحته وذبحت العباس، ومصيبة الشبان برض الغاضري. يلا ما جور. ومصيبة الشبان برض الغاضري، وجاسم فطر قلبي مخضب بدم طايح على التربان حول أولاد عمه، وذبحت علي الأكبر علي أعظم ملمة، وذبح الطفل بالسهام والله عظم رزية، وذبح الطفيل بالسهام والله عظم رزي. بعد عددي لنا يا زهراء شنو من مصايب. كل هالمصايب شيبت وهدت اعضاي، آل النبي في كربلاء ماذا قول ماي، وسبي الوديعة من بعدهم فتته حشاي، ومخدرت حيدر عليه تمشي سبي ويلاه، ومخدرت حيدر عليه تمشي سبي. بعد 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 شافت زينب سلام الله عليها، احكي لنا يا زهراء. زينب يا شيعة من عقوب عزها سبوها، وبحبال يا ولي المصونة شتفوها، وفوق الهزيلة بن امي ركبوا للشام، ودوها الى الطاغي هدية. ابيات الدعاء، واسألك الدعاء. الشيعة توصيك، مولاتنا فاطمة الزهراء توصي الشيعة. شيعة علي الكرار عزان بهالمصا، شيعة علي الكرار عزان بهالم، ولبسوا ثياب السود وخلوا الدمع سجا، وعزوا رسول الله أبوه ويا وداحيل ونصبوا الما تمكل صبا أحو كل عز ونصبة والماء تمكل صبا أحوك العزي. بلسان حالك جاوب الزهراء، أنا مو لجل الثواب بجيت وأجرى لجن نار بصميم القلب، وجره وجره مصاب حسين ابد ما صار، وجره فرق
اليوم ننصب لعزية فرض كل يوم ننصب له ننصب له إنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين بحق محمد وآله الطيبين. قال الله في محكم كتابه المنزل على نبيه المرسل أبي القاسم محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا القلوب وأكثروا من الحسنات وكفروا من السيئات برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. على حب الحسن والحسين الثانية اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها عطر المجلس بها ثالثة اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الحديث في هذه الآية المباركة يجدر بنا أن نقف وقفة شكر لله عز وجل، وهذا الشكر على نعم كثيرة جدا، وأهم هذه النعمة هي نعمة الولاية ونعمة الحب والولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأعظم مظاهر الحب وأعظم مظاهر الولاية هو أن الله تبارك وتعالى يوفق الإنسان لمثل هذه الأيام العظيمة، يوفق الإنسان أن يحضر إلى هذه المجالس. واقع النعمة لعله كثير من الناس حرموا منها، إما لأنهم غادروا هذه الدنيا وإما لأنهم في المستشفيات مرضى، نسأل الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل، وإما لأنهم محرومون من هذا التوفيق. يحتاج الإنسان حتى يحضر إلى هذه المجالس إلى توفيق من الله عز وجل، يحتاج إلى عناية إلهية، يحتاج إلى نظرة من إمامنا صاحب العصر والزمان مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يحتاج إلى نظرة من رسول الله من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن هذه المجالس مهابط رحمة الله عز وجل. فكل مرة توفق لحضور مجلس من مجالس أبي عبد الله أدم الشكر لله عز وجل، شكرا لله على هذه النعمة. كمقدمة أقول في بيان هذه الآية المباركة، يتفق علماء الحكمة على قاعدة، مفاد هذه القاعدة أن الخلق مساوق للتكليف.
ويرتبون على هذه القاعدة أن الذي لا يكلف لا يخلق، وكل مخلوق لا بد أن يكون مكلفا. أضرب لك مثال، يقولون أن الله عز وجل باعتبار أنه حكيم والله عز وجل لا يفعل العبث، لا بد من مقتضى حكمته عز وجل أن حينما يخلق خلقا ويريد أن يثيبهم ويريد أن يجازيهم لا بد أن يكلفهم حتى يظهرون استحقاقهم لذلك الأجر ولذلك الثواب. لذلك حينما يسأل العلماء الله عز وجل لماذا خلق هذا الخلق، يجيب شيخ المتألهين الأوحد الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي قدس الله نفسه الزكية، اللهم صل على محمد وآل محمد، في أول كتابه حياة النفس في حضرة القدس يقول الله عز وجل إنما خلق الخلق لكي يوصلهم إلى السعادة الأبدية. الله يريد أن يظهر كرمه، يظهر فضله، يظهر ما عنده من رأفة على العباد، فخلقهم لا لكي يعذبهم، وإنما خلقهم لماذا؟ لكي يرحمهم، لكي يدخلهم تلك الجنة التي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زين يسأل سائل، ليش جابهم إلى هذه الدنيا؟ لماذا جعلهم في هذه المرحلة من الخلق ولم يوصلهم إلى الجنة مباشرة؟ قالوا لأن الله حكيم عز وجل، ولا يمكن أن يعطي أحدا إلا باستحقاق إضافة إلى التفضل منه عز وجل، لذلك جعلهم في هذه الدنيا حتى إذا عملوا فعلا بسيطا أطاعوا الله عز وجل يدخلهم إلى الجنة. لذلك الرواية عن النبي الأكرم أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد، أنه يلتفت إلى مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويقول له يا علي لو أن الناس جميعا أجمعوا على حبك لما أدخل النار أحدا أبدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليوصلهم إلى تلك السعادة، إلى ذلك المقام، إلى أن يكونون مجاورين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن الخلق بسوء اختيارهم نجد أنهم يحيدون عن هذا الطريق. وحينما أقول الخلق لا أقصد فقط بني آدم، لا أقصد فقط الناس، لا، جميع المخلوقات تدخل تحت هذه القاعدة، من لم يكلف لا يخلق. وعندنا أدلة كثيرة من القرآن الكريم ومن الروايات. واحدة من الآيات المباركة التي تشير إلى هذا المضمون حينما يقول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا معناه أن السماء والأرض لها تكليف، أن السماء والأرض الله عز وجل حينما خلقها كلفها، أمرها، ولكن ذلك التكليف وذلك الأمر بحسب إمكانها وبحسب قدرها. وأما الخلق الله عز وجل جعل أشرف الخلق وأفضل الخلق
هم من أجابوا لما نادى في الخلق ألست بربكم. أحد الأشخاص يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله، بأي شيء سبقت جميع الأنبياء والمرسلين؟ ليش الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه المنزلة وهذا المقام وهذه الكرامة؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وآله: لأنني أول من أجاب حينما قال الله عز وجل ألست بربكم. أول من أجاب هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك عندنا في الروايات حينما يسأل جابر النبي صلى الله عليه وآله: من أول ما خلق الله؟ ما هو أول مخلوق خلقه الله يا رسول الله؟ قال له: نور نبيك يا جابر. في رواية: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله النور، أول ما خلق الله العقل. هذه كلها إشارات وعبارات ورموز محورها هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما خلقهم عز وجل عرضهم على جميع المخلوقات وقال: ألست بربكم ومحمد نبيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي أمير المؤمنين إمامكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاطمة الزهراء والأئمة المعصومين حجج الله مواليكم. فأول من أجاب هم شيعة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه القضية يشير إليها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول: ثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه يوما ما. يعني أنت وجودك في هذه الدنيا وولائك لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم تختره فقط في هذه الدنيا، إنما اخترته أين؟ ها؟ في ذاك العالم. اخترت أن تكون من مواليهم ومن محبيهم ومن الباكين عليهم ومن حضار مجالسهم، وهذا اللي أنت في هذا اليوم تسويه كل تطبيق لذلك الاختيار. ثبتت المعرفة ونسوا الموقف. إذا أنت ناسي راح تذكر يوم من الأيام، وسيذكرونه يوما من الأيام. وبعد من أجاب من شيعة أهل البيت، طبعا شيعة أهل البيت الخلص الذين لهم هذه المرتبة، مو أنا وأمثالي، شيعة أهل البيت الذين يطلق عليهم لفظ الشيعة الذي قال في حقه الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم. الشيعة الحقيقيون هم الأنبياء، هم المرسلون. يوم من الأيام أحد الأصحاب يأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه أو إلى الإمام زين العابدين وكلهم نور واحد، يقول له: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم. فيلتفت إليه الإمام سلام الله عليه ويقول: وهل أنت في مقام إبراهيم الخليل؟ وصلت إلى هالمقام حتى تدعي التشيع؟ وهل وصلت إلى أنبياء الله المقربين؟ قال: يا ابن رسول الله، وأنى لي بذلك المقام؟ قال: إذن أنت من موالينا، إنما شيعتنا هم الأنبياء والمرسلون. وفي رواية أخرى عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
أن إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أو عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، الله عز وجل ما أوصله إلى مرتبة الخلة أن يكون خليلا لله عز وجل إلا بعمل واحد. هذا العمل تعرف شنو؟ في الرواية أن إبراهيم الخليل ما اتخذه الله خليلا إلا لكثرة صلواته على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن هؤلاء هم الشيعة الحقيقيون، ومن بعدهم يأتي سلمان وأمثال سلمان اللي وصلوا إلى المرتبة العاشرة. إحنا إذا قبلونا أهل البيت محبون موالون فهذا خير على خير من الله عز وجل، وإن شاء الله لنا العاقبة الحسنة، لأن القلب الذي فيه حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أبدا لا يعذب بالنار. علي حبه جنة، يعني وقاية، علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، إمام قسيم النار والجنة، إمام وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكما عرضت ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الأنبياء وعلى المرسلين وعلى باقي الخلق وحتى الملائكة وحتى الجن، كذلك عرضت على الجمادات وعلى النباتات وعلى جميع من خلق الله عز وجل. لذلك يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إن ولايتنا عرضت على جميع الخلق، فمن قبلها طاب وطهر، ومن أنكرها خبث ونكد. لذلك تشوف في روايات أهل البيت كثيرا ما يمدحون بعض الجمادات، من ضمنها مثلا العقيق. لماذا الروايات وردت في فضل لبس العقيق، وخصوصا في الصلاة، وخصوصا العقيق اليماني؟ لأن الروايات تقول أن أول من أجاب لنا بالولاية من الجمادات هو ماذا؟ هو هذا الحجر. كذلك تجد أن الله عز وجل يختص بعض الجمادات لكي يشرفها، لكي يعظمها. هذا الخشب ما الذي جعله يحضر ويكون مختارا لكي يكون منبرا للحسين سلام الله عليه، والناس تقبله وتتبرك به؟ لماذا؟ لأنه أولا اختار ولايتهم، وثانيا ارتبط بأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وكل من يرتبط بالحسين يخلد خلود الدنيا، خلود الدهر، خلود الحسين، كذب الموت، فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان ذكره يتجدد. تشوف كل من يرتبط بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وخصوصا بالإمام الحسين نجد أنه خالد بخلودهم. لذلك الآية المباركة حينما يقول الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الأرض والسماء، الآية وردت في من؟ وردت في قوم فرعون، أنهم لما ماتوا، لما هلكوا لم تبكي عليهم السماء والأرض. وهذا بمفهومه يدل دلالة واضحة أن السماء والأرض تبكي، ولكن تبكي لمن؟ الرواية عن الإمام المعصوم سلام الله عليه أن الأرض والسماء تبكي على المؤمن. إذا مات المؤمن يبكي عليه محل مصلاه من الأرض،
لماذا؟ لأنه كان يعبد الله عز وجل، وهذه الأرض تستأنس بعبادة الله. كذلك يبكي على المؤمن، ها الرواية مضمونها هكذا، يبكي على المؤمن مكان ما كان يرتفع منه العمل من السماء. هذا المكان اللي تصعد منه أعمال هذا المؤمن يبكي عليه لانقطاع أعماله. ثم يقول الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وإن ولدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه ستقتله هذه الأمة وتبكي عليه السماء بالدم 40 صباحا وتبكي عليه الأرض 40 صباحا. لما يسأل السيد كاظم الرشتي قدس الله نفسه الزكية عن سبب بكاء السماء بكاء الأرض تأثر هذا العالم بمصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه، يذكر 3 من العلل، والحديث موجود ومفصل في كتاب رؤى حول الأسرار الحسينية. يقول: الأرض والسماء بل كل موجود في هذه الدنيا إنما يتأثر ويبكي لما جرى على الإمام الحسين. لماذا؟ يقول: لـ3 علل. العلة الأولى أن الإمام المعصوم هو قلب هذا العالم، بيمنكم رزق الورى وبكم ثبتت الأرض والسماء. هذا العالم كله فيه أسباب ومسببات، وأعظم الأسباب وأعظم المسببات هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تقرأ في الزيارة الجامعة: بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فوجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو سلام لهذا العالم، حفظ لهذا العالم. حينما تقرأ في الآية المباركة في سورة القدر يقول الله تبارك وتعالى عن ليلة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يفسر ليلة القدر بمولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويقول أن الزهراء بأبي هي وأمي سلام لهذا العالم بأجمعه حتى طلوع فجر دولة مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد. فوجود الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وجود ضروري، وعندنا روايات كثيرة في كتاب الكافي وفي غيره من الكتب أنه لولا وجود الحجة لولا وجود المعصوم لساخت الأرض بأهلها. فالإمام باعتبار أنه قلب العالم، إذا تأثر قلب العالم العالم كله يتأثر. هذه العلة الأولى وفيها تفاصيل لكن لا يسع المجال. العلة الثانية يقول: لأن الله تبارك وتعالى أمر جميع الخلق بمحبتي ومودتي محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أكو تحقيق لطيف في هذا الجانب السيد يذكره بشكل مفصل أشير له إشارة سريعة. يقول: هذا الخطاب ليس مخصوص فقط بأمة النبي صلى الله عليه وآله، لا، هذا الخطاب موجه لجميع الأمم السابقة واللاحقة. ليش؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وآله نسخت شريعته جميع الأديان وجميع الشرائع، وهو صلى الله عليه وآله نبي وحج على كل الخلق
من آدم إلى ما شاء الله عز وجل. فحينما يأمر النبي صلى الله عليه وآله بمودة أهل البيت، بمحبة أهل البيت، فهذا الأمر نافذ على جميع الخلق. ولذلك حينما يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقول له: يا رسول الله، علمني معالم ديني، فيعلمه النبي صلى الله عليه وآله: رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعلمه النبي صلى الله عليه وآله معالم الدين: الصلاة، الصوم، الكذا. ثم يلتفت ذلك الرجل فيقول: يا رسول الله، أتريد على هذا أجرا؟ تريد فلوس؟ تريد أموال؟ فالتفت إليه النبي قال: لا، إلا المودة في القربى. فقال له ذلك الرجل: ومن القربى يا رسول الله؟ قرباي أم قرباك؟ شوف البعض الآن في هذه الرواية أو في هذه الآية يحاول يلوي عنق الآية المباركة. مودة في القربى يعني كل واحد يحب أقربائه، ما لها ربط بالنبي وأهل بيته. لكن هذه الرواية شاهد صريح، قال رسول الله: بل قرباي يا هذا. فقال له: يا رسول الله، ومن قرباك؟ أشخاص معينين؟ لو كل من في بيتك هم من القربى. قال: هم فاطمة وعلي والحسن والحسين وأبناءهما. اللهم صل على محمد وعلى آله. هؤلاء هم القربى الذين يجب حبهم، يجب مودتهم، والمودة أعلى من الحب. الحب قد يكون فقط شعور قلبي، لكن المودة لا، حب يستتبعه عمل، حب يستتبعه قول باللسان، عمل بالجنان والأركان. لذلك لأن حبهم وودهم مفروض على جميع الخلق، فإذا تأثر المحبوب يتأثر المحب. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. لذلك تشوف المحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن في بعض الأحيان يقترف بعض المعاصي وبعض الذنوب، لكنه تجده إذا ذكر عنده أهل البيت، وخصوصا إذا ذكرت عنده مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يتأثر بحبهم، يتأثر بقربهم. وأعظم دواء للذنوب، أعظم دواء لأوجاع الإنسان المادية والمعنوية، هو ماذا؟ هو البكاء على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية ينقل هذه القضية، يقول: أحد العلماء حضر في مجلس من المجالس، مجالس أبي عبد الله الحسين، فنقل الخطيب هذه الرواية عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أن المؤمن إذا حضر مجلس الحسين وبكى على الحسين وخرجت من عينه دمعة ولو بمقدار جناح بعوضة، غفر الله له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. اللهم صل على محمد. وهذا يحتاج لتوفيق من الله عز وجل. مو كل إنسان يتوفق للبكاء على الحسين سلام الله عليه. وهذه الدمعة ثق ثقة تامة أنها تبدل حياة الإنسان. إذا كان بعيد عن أهل البيت، كل مرة في عاشوراء الحسين يجيب إلى حرم أهل البيت، يجيب إلى طاعتهم، يجيب إلى محبتهم. على كل حال، هذا العالم
استعظم هالرواية. شلون الله بس بسبب هذه الدمعة ولو كانت بمقدار جناح بعوضة يغفر له جميع ذنوبه؟ هذه رواية قد يكون في سندها إشكال، وإذا كانت رواية صحيحة العقول ما تتحملها، فليش الخطباء يجيبونها على المنابر؟ يقول هذا الأمر دار بينه وبين نفسه. يقول بالليل تلك الليلة رأى في عالم الرؤيا كأن القيامة قد قامت والموازين قد وضعت ونصب الحساب، وكان حر ذلك اليوم حرا شديدا. يقول حتى أنهكني العطش فرأيت الناس يفرون إلى الحوض. يقول ففررت معهم، توجهت إلى ذلك المكان وإذا عليه رجلين وامرأة. سألت من هذين الرجلين؟ قالوا هذا رسول الله محمد وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الله صل على محمد وآل محمد. قلت ومن هذه المرأة؟ قالوا هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يقول وشفتهم متوشحين بالسواد، تقدمت سألت لماذا هم متوشحون بالسواد؟ قالوا لأن اليوم يوم عاشوراء. يقول فتوجهت إلى مولاتي الزهراء، قلت لها مولاتي أنا عطشان أريد شربة من الماء. قالت له يا هذا أعطيك شربة من الماء وأنت تشكك في فضل البكاء على ولدي الحسين؟ قلت لها مولاتي هذه الرواية التي يتناقلها بعض الخطباء قد لا تكون صحيحة. قالت نعم، بل كل شيء في سبيل الحسين سلام الله عليه هو قليل لما بذل الحسين وأعطى في سبيل الله. شريت منك شيعتي بدم رقبتي حتى تغفر بالقيامة لشيعتي. لذلك نجد إمامنا زين العابدين في مثل هذه الليالي، بل في كل لياليه، كل أيامه بعد واقعة كربلاء، ليلا نهارا يبكي على أبي عبد الله الحسين. إمامك الحج عجل الله تعالى فرجه في دعاء الندبة يقول فلأندبنك صباحا ومسى ولأبكين عليك بدل الدموع دما. يدخل أبو حمزة الثمالي إلى إمامنا زين العابدين، أما آن لدمعتك أن ترقى؟ أما آن لحزنك أن ينقضي؟ أخاف عليك الموت من كثرة البكاء يا ابن رسول الله؟ قال له نعم، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة هل سمعت أذناك أو رأت عيناك قبل يوم عاشوراء أنه سبيت لنا نساء؟ يا أبا حمزة كلما نظرت إلى أخواتي وعماتي تذكرت فرارهن في يوم عاشوراء، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. يا أبا حمزة نبي الله أيوب حينما فقد يوسف بكى عليه بكاء طويلا حتى كاد أن يعمى، بل صار أعمى من البكاء، وأنا وجدت 17 من أهل بيتي مطرحين على بوغاء كربلاء. لا تلومني لا هاجتي قلبي يا ابو حمزة ترى تفطر ذا مثل المصيبة اللي دهتني محد انصى ذي
ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون، والليل كله من العباد ما يفترون، سبعة وعشرة عاينتهم كلها مغصون، امطرحين على الثرى فوق الوطية. بعد يا أبا حمزة تريدني أفصل لك المصاب، أفصل لك إيش صار في كربلاء؟ ولو شفت عمي العباس فوق النهر مطرق، وذاك الشباب اللي بصبح العرس مذبوح، ولو شفت الأكبار مالمة اتنب كثرة النار، ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شخ. بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور، بيدي نظرت حسين بيد الطفل منحور، وما الرباب تعاينه ودموعها تفوق، وقلوبنا فتهب ونه هنا وعينه تدور، كل ما طلع منا بدار للمعركة كل ما طلع منا بدار للمعركة بعد شنو أعظم المصائب على قلبك يا مولاي يا زين العابدين؟ ومصيبة اللي هيجت حزني علي، شنو هالمصيبة؟ عاينت صدر حسين تحت أعوجية، وحرقة وخيمنا وسيرة وزينب سبية، شحجي يا ابو حمزة وشعا أدد من هالمصا. بعد اكو مصيبة اعظم على قلبك يا مولاي، هالمصائب اللي ذكرتها يا زين العابدين ترفع الراس، هؤلاء في كربلاء سطروا اروع الملاحم، لكن اكو مصيبة من يذكرها الامام سلام الله عليه ينكس براسه، تعرف شنو هالمصيبة؟ انا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادق، ما قصروا بالغضرية زلزلوا البيت. شو اللي نكس راسك مولاي؟ انا نكس الراس دخول زينب مجلس، يزيد حسرة ومن ناح اليتامى راسها شق، حسرة ومن ناح اليتامى راسها شق. هالأبيات وأسألك الدعاء، زينب شلون استقبلت محرم؟ أسألك يا مؤمن، كأني بها لما نظرت إلى ذلك الهلال صارت تنادي هليت يا محرم علي، وذكرتني بإخوتي وذكرت شيخ العشيرة وغصب هلت دمعتي،
يوم عاشر يوم نوحي ويوم حزني وعبرتي اذبحوا شيخ العشيرة وقطعوا من الوتن انا بقيت محيرة وصفت باليدين انا لعباس يبرالي ولا حسين انا يضربوني من ابكي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدر تكسر وتبقى عبرتي بصدر بصدر من تضار الدمع ألا يستهلا أو ما تنظر عاشوراء أهلا. يا الله توجهوا إلى الله لشفاء هذا المريض وشفاء جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب دعاه ويكشف السوء أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا يا من يجيب المضطر إذا دعا. إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك ونستشفع لديك بنبيك نبي الرحمة أبي القاسم محمد وبأهل بيته الطيبين الطاهرين إلا ما فرجت عنا. يا الله شافي جميع المرضى لا سيما المنظورين من عليهم بالشفاء العاجل بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين. اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك صب عليهم العافية صبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان المكرم والمجلس المعظم ذنبا إلا غفرته يا الله، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل أعمالهم وفقهم لمراضيك جنبهم عن معاصيك. اللهم لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، اجعلنا دائما وأبدا من خدام وزوار أبي عبد الله الحسين، عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء، واردد كيد من أراد المؤمنين والمسلمين بسوء يا أرحم الراحمين. احفظ هذا البلد وجميع بلاد الإسلام حفظا وأمانا بمنك وعفوك ولطفك يا عافي عن المذنبين ويا خير الغافرين. وصلى الله على ساداتنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لروح شيخنا الأوحد والسيد الأمجد علماء بيت محمد والمؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وسبقها ثلاثا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا ابني نظر عيني، هذا يا غلي حسيني،
ومن تودي حزين بميزيات حزين ليشيب يا ذنيب يا ابني العدى ذبحك ذبحك يا شيخ لا تروب عاري الجسد خلو وما ينذبحك لي يا شيخ يا ذنب سلبك ومن سلبك لي يا شيخ خلهم داسوك